في هذا الإطار وقع الشيخ صباح بن جابر بن عبد الله نيابة عن والده حاكم الكويت في عام 1841 بيانا أكد فيه تأييد الاتفاق بوقف المنازعات التي كانت تحدث بين السفن التجارية لتلك الدول في رحلاتها البحرية المختلفة. ويقول البيان الذي صدر في الأول من ربيع الأول لعام 1257 من الهجرة: أنا صباح بن جابر نيابة عن أبي جابر بن عبد الله الصباح حاكم الكويت قد رضيت وقبلت على نفسي ورعاياي والمتعلقين علي بالقرار الذي قرره جناب ذي الشوكة والإجلال الأجل الأفخم القبطان هل باليوز خليج فارس مع مشايخ العرب المصالحين من استقامة المهادنة والصلح عن صدور التعديات والتعرضات في البحر. ويضيف أنه سيدفع الأمر إلى الوكالة السياسية البريطانية في الخليج في حالة حدوث تعدي على إحدى السفن الكويتية، عندما يقول: إن لا قدر الله تعالى أحدا تجرأ وتعرض رعاياي والمحسوبين علي في البحر فلا يكون إقدام لأخذ القصاص والانتقام، بل ألتزم بدفع الأمر لكم حتى تقوم باللازم للتنبيه والقصاص بعد تحقيق الأمر. قد ساعد اهتمام الشيخ صباح ووالده الشيخ جابر بن عبد الله الصباح حاكم الكويت عام 1841 بتأمين القوافل التجارية على اتساع حجم تجارة الكويت في تلك الفترة. وبدأ اهتمام الشيخ صباح بتنمية عائدات البلاد من تجارتها في عهد والده الشيخ جابر، حيث كان يسند إليه العديد من المهام ويخوله الكثير من الصلاحيات، وخاصة بعدما كبر به العمر في نهاية فترة حكمه. ووصل الشيخ صباح تحقيق طموحاته التجارية بعد رحيل والده المغفور له وتولي مقاليد الحكم في البلاد. وشهدت فترة حكمه تنامي العلاقات مع بريطانيا، وزارها الوكيل السياسي البريطاني في الخليج الكولونيل بيلي، الذي أشاد حينها بشخصية الشيخ صباح بن جابر بن عبد الله حاكم الكويت عام 1841 وسعة أفقه وحرصه على استقلالية القضاء.